السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مساحة للرأي. سلسلة التوترات التي شهدتها الساحة الدولية خلال الأيام الماضية رسمت ملامح حرب باردة جديدة وضعت الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة النفوذ المتصاعد للصين. تصريحات شديدة اللهجة متبادلة بين الصين وأمريكا، وصراع يحتدم بين واشنطن وبيجين، ما ينذر أيضا بأزمة وشيكة بين البلدين على خلفية الوضع في تايوان. جاء ذلك بعد تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستدفع بقواتها وستدافع عسكريا عن تايوان إذا شنت الصين هجوما على هذه الجزيرة الصغيرة والتي تعدها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، بينما حذرت الصين من أنها لن تفسح المجال لأي مساومة بشأن القضايا التي تتعلق بمصالحها الجوهرية وعلى رأسها تايوان. تطورات يراقبها العالم باهتمام شديد باعتبارها أقوى اختبار للإدارة الأمريكية الجديدة وإدارة بايدن في تعاملها مع بيجين. يرى أيضا المراقبون أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين تخوضان فيما بينهما حربا باردة في عدد من الملفات الخلافية الكثيرة بينهما، إلا أن خلافهما بشأن تايوان يعد القضية الوحيدة الأبرز التي يحتمل أن تثير مواجهة مسلحة بين أمريكا والصين. ما هي السيناريوهات المحتملة؟ هل ستدخل الولايات المتحدة الأمريكية في صراع مباشر مع الصين من أجل تايوان؟ هذا ما سنجيب عنه ويجيب عنه ضيفي في الاستوديو الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية وأيضا الشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك دكتور أحمد، ضيف عزيز في مساحة للرأي. أهلا بك أستاذ محمد. حول العلاقات بين بيجين وواشنطن نتابع هذا التقرير ونعود لاستكمال الحديث مع ضيفنا وضيف حضراتكم. كونوا معنا في برنامجكم مساحة للرأي. عناوين المواجهة بينهما كثيرة، لكن ملف تايوان تحديدا قد يكون فتينا لمواجهة عسكرية بين واشنطن وبكين. فالرئيس الأمريكي جو بايدن شدد مجددا على التزام بلاده الراسخ تجاه الجزيرة التي انفصلت عن البر الرئيسي الصيني عام 1949، وهو بذلك يضيف فصلا جديدا من فصول التوتر بين الصين وتايوان الذي زادت حدته خلال الشهر الحالي. وفي مقر حلف شمال الأطلسي ببروكسل شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن سياسته حيال تايوان لن تتغير، وأعلن استعداد بلاده للدفاع عن تايوان عسكريا ضد الصين إذا ما شنت هجوما عليها، معتبرا أن بلاده لديها التزام بذلك. في سياق حديث قلل بايدن من إمكانية إحراز الصين وروسيا أي تفوق عسكري على حساب بلاده، فتصريحات بايدن بخصوص قوة أمريكا العسكرية والدفاع عن تايوان فتح الباب أمام تأويلات متعددة بخصوص هذه الاتفاقية العرفية التي دأب المتعاقبون على البيت الأبيض على احترامها. فواشنطن التي تلتزم بمبدأ الصين الواحدة أساساً العلاقات الأمريكية الصينية من جهة أخرى تلتزم كذلك بقانون العلاقات مع تايوان. فالولايات المتحدة قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تايبي في 1979 للاعتراف ببكين ممثلا رسميا وحيدا للصين، لكن واشنطن لا تزال أقوى حليفا لتايوان ومزودها الأول للأسلحة. جسد هذا تكثيف الإدارة السابقة من مبيعاتها ودعمها العسكري لتايبي مع تصاعد التوتر الأمريكي الصيني خلال السنوات الأخيرة، وبشكل سريع جاء رد الخارجية الصينية فحثت الولايات المتحدة على الالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة عدم إرسال ما وصفتها بإشارات خاطئة إلى القوات الانفصالية في تايوان لتجنب إلحاق ضرر خطير في العلاقات الصينية الأمريكية، مؤكدة أنها لن تفسح المجال لأي مساومة بشأن القضايا التي تتعلق بمصالحها، لتحتدم الحرب الكلامية بين الجانبين على هذا الخط من المواجهة. تقف بكين مدافعة عن وحدتها وأحقيتها في الجزيرة التي تعدها امتدادا لها، وتحذر الرئيس الأمريكي من تبعات تصريحاته. غموض استراتيجي يتبع سلوك الإدارة الأمريكية في بحر الصين الجنوبي مع تصاعد الخلاف بين بكين وتايبي وتحول تايوان إلى محور من محاور الخلاف بين الصين والولايات المتحدة التي لا تجد حرجا في استخدام تايوان كورقة ضغط لاحتواء العملاق النائم. أهلا
أهلا بحضراتكم من جديد في برنامجكم الساحة للرأي، وعودة لضيفنا وضيف حضراتكم دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. مرحبا مرة أخرى دكتور أحمد. وكما تابعنا في التقرير، هناك تهديدات أمريكية من الرئيس بايدن التي أطلقها حول احتمالية هجوم صيني على تايوان وتدخل أمريكي بقوات كبيرة، فهل يمكن مجازا أن تعتبر تايوان ساحة حرب في العلاقة بين أمريكا والصين؟ يعني في الواقع أستاذ محمد، تايوان يمكن القول أنها أحد ساحات المواجهة والتنافس بين أمريكا والصين وليس الصدام العسكري. نعم. لأن الصدام العسكري لا حساباته لا تكلفته، وهو يعني كما كان مستبعدا في إبان الحرب الباردة السابقة بين أمريكا من ناحية والاتحاد السوفيتي نظرا لتوازن الردع النووي بين البلدين، فنفس الحال في الحرب الباردة الجديدة بين الصين وأمريكا، لأن هناك يمتلك سلاح نووي، وبالتالي أي صدام عسكري أو مواجهة عسكرية هو أمر مستبعد، لأنه سيعني حرب كونية، حرب شاملة، حرب عالمية ثالثة لن تبقي ولا تظهر. الأمر الثاني أن حتى عقيدة السياسة الأمريكية والرئيس بايدن هو عدم الانخراط في حروب عسكرية مرة أخرى، وبالتالي هنا تايوان تأتي في سياق أشمل وأوسع، وهو الصراع الاستراتيجي، الصراع الاستراتيجي بين أمريكا والصين. ماذا هذا الصراع؟ هو صراع له سياق عام ثم له مستويات لهذا الصراع. السياق العام الذي يحكم العلاقات بين الصين وأمريكا هو أن هناك صراع حول بنية النظام الدولي، هيكل النظام الدولي، بمعنى أمريكا تسيطر على النظام الدولي منذ انتهاء الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي بعد انهيار في سنة 90 لمدة 3 عقود، وتقف أمريكا على رأس النظام الدولي أحاد القطبي، وبالتالي أمريكا تريد الهيمنة والاستمرار في هذه الأحادية. في المعسكر الآخر الصين ومعها روسيا أو من خلفها روسيا أو معها تسعيان بكل قوة إلى بناء نظام دولي متعدد الأقطاب، باعتبار كما يرون أن النظام الدولي حاد القطبية الذي تسيطر عليه أمريكا أدى لاضطراب العلاقات الدولية، أدى إلى تدخل في شؤون الدول تحت مفهوم الديمقراطية، انتهاك سيادة الدول، انتشار الصراعات في العالم، وبالتالي بدأ كل جانب يحشد أوراقه للحفاظ على الهدف. أمريكا تسعى إلى الحفاظ على القوة على الحادية القطبية من خلال أمرين: الأمر الأول هو بناء القوة الأمريكية، القوة الاقتصادية، القوة العسكرية، التفوق العسكري والاقتصادي، وعدم تحجيم الصعود الصيني الاقتصادي حتى لا يتجاوز أمريكا. يعني الصين القوة الاقتصادية الآن عالمية، القوة الاقتصادية الثانية، وتسعى لتجاوز أمريكا. أمريكا تريد أن تهدف إلى الحفاظ على القوة. الأمر الثاني هو بناء شراكات مع الحلفاء سواء في آسيا أو في أوروبا لمواجهة الغريمين أو الخصمين، الصين في آسيا شرق آسيا وروسيا في الشمال وفي شرق أوروبا، باعتبار أن استراتيجية الأمن القومي التي صدرت في عهد الرئيس ترامب في 2017 فبراير 2017 أو حتى التي صدرت في عهد الرئيس بايدن في فبراير من هذا العام وهي سماها الاستراتيجية المؤقتة، اعتبرت لأول مرة أن الصين وليس روسيا هي الخصم أو المنافس الاستراتيجي. بمعنى آخر أن أمريكا الآن تنظر للصين أنها أكبر مهدد استراتيجي للقوى الأمريكية، قوى مفهومها الشامل، بمعنى أن وضع أمريكا المسيطر على النظام الدولي يلقى تهديدا وتحديا كبيرا من جانب الصين التي تسعى في المقابل لبناء نظام دولي متعدد الأقطاب وإزاحة الأحادية الأمريكية لنظام دولي متعدد، من خلال أيضا البناء القوة الاقتصادية الصينية، القوة العسكرية الصينية، القوة السياسية، وترجمة القوة الاقتصادية الكبيرة إلى قوة سياسية وعسكرية على الأرض الواقع. هذا يترجم في ماذا؟ يترجم أولا أن الصين الآن هي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق العسكري. الميزانية العسكرية الصينية في عام 2021 وصلت إلى 300 مليار دولار، كانت يعني منذ 2019 حوالي 150، ثم قفزت إلى الضعف في أقل من عام أو عام ونصف ل 300 مليار دولار. جاءت بعد أمريكا 760 مليار دولار الميزانية العسكرية الأمريكية، بينما روسيا 70 مليار، لأن روسيا أوريدي عندها قوة عسكرية موجودة، وبالتالي الصين بدأت تمتلك أيضا أسلحة ذكية، تمتلك حاملات طائرات، أسلحة باليستية بعيدة المدى. أيضا الصين دخلت الفضاء العسكري، وبالتالي الصين تزحف إلى امتلاك ما يسمى القوة الشاملة، القوة الشاملة الاقتصادية، القوة العسكرية، القوة السياسية. في هذا السياق، هذا الصراع الاستراتيجي، هنا نفسر لماذا هذا الصراع بين أمريكا والصين وما هي أوراق ضغط كل طرف على الجانب الآخر. في هذا السياق، هنا أحد المستويات هو تايوان. تايوان أحد الساحات الأساسية، لأن تايوان هناك لها وضع خصوصية معينة، هي جزيرة كانت جزء من الصين، يعني انفصلت في عام 49 بعد كان هناك نظام الشيوع الصيني انقلاب، ثم يعني القوميين ذهبوا إلى هذه الجزيرة، والمفارقة أن الأمم المتحدة وأمريكا كانت تعترف بتايوان كممثل
لجمهورية الصين وتجاهلت جمهورية الصين الأساسية الكبرى في الأمم المتحدة. الصين الشعبية. الصين الشعبية. ثم في عام 79 يعني وصححت الوضع واعتبرت أن الصين الشعبية الممثل يعني الصين بينما لم تعترف بتايوان. يعني اختلف فقط المسمى وعكست الإيه الأدوار. عكس الأدوار. ولكن ظلت هناك علاقة خصوصية بين أمريكا وتايوان. في عام 79 حتى الآن لم تعترف أمريكا بتايوان كرسميا كدولة مستقلة، ولكن في هناك يسمى قانون العلاقات الذي يحكم الوفاق ما بين أمريكا وتايوان، وضمنيا يؤكد وقوف أمريكا إلى جانب تايوان. وبالتالي حتى نفهم هذا الصراع ولماذا تايوان، تايوان هي الآن تعد أحد الساحات الحرب البريدة الجديدة أو ساحة المواجهة والضغوط المتبادلة والصراع الاستراتيجي بين أمريكا من ناحية والصين من ناحية أخرى. أمريكا تستخدم الصين عفوا تستخدم تايوان إضافة لأوراق أخرى مثل هونغ كونغ، ورقة أيضا مفهوم يعني أوراق الأقليات وحقوق الإنسان للضغط على الصين في إطار المسائل الأمريكية لتحجيم الصعود الصيني اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. طيب دكتور أحمد سيد أحمد، حضرتك خبير العلاقات الدولية وتناقش باستفاضة مسائل العلاقات الأمريكية الصينية، لكن تايوان وتايبي تحديدا هل هي خنجر في خاصرة الصين أم أنها مسمار في نعش أمريكا؟ أنا في اعتقادي أن هناك ما يسمى يعني قواعد للاشتباك فيما يتعلق بتايوان، يعني هناك حدود للتصعيد حول تايوان. الصين أولا بتعتبر أن تايوان جزء من أراضيها، جزء من سيادتها. الصين تعتبر أن تايوان خط أحمر بالنسبة لأمريكا وبالنسبة للغرب، أنها جزء من الأراضي الصينية، وبالتالي لو أن سمحت بالطيارة والحزب الحاكم في تايبيا هو طبعا حزب الرئيسة تساي بمفهوم الاستقلال او يعني او التحالف مع الغرب، هذا يعني تواجد عسكري امريكي مباشر على الحدود الصينيه. هذا خط احمر وتهديد مباشر للامن القومي الصين. وفي ذات الوقت ان امريكا لا تريد ان تنضم تايوان وتعود الى الصين، هي تريد ان تكون جزء من الاستراتيجيه الامريكيه في التواجد في منطقه بحر الصين الجنوبي، في منطقه مضيق تايوان، في منطقه المحيطين الهادي والهندي. وبالتالي هنا كل طرف يعتبر أن هذه الورقة ورقة مهمة بالنسبة لها. الصين لا تريد التصعيد إلى حد الغزو العسكري، يعني رأينا في الأسابيع الماضية قامت الصين بأكثر من 256 طائرة صينية باختراق ما يسمى الدفاعات الجوية التايوانية، وهنا كان يعني سبب تصعيد ليس أمريكا. لا تريد أن توصلها الصين للعالم ولأمريكا تحديدا، خاصة أن هناك نفوذ على المحيطين الهندي والأطلسي. التصعيد الصيني أو التحرك العسكري خاصة تجاه تايوان وتسخين هذه الجبهة وتسخين هذه الورقة وتسخين هذه الساحة ورفع منسوب التوتر فيها كان يعود إلى رد صيني على رسائل الغرب، رسائل الأمريكا، خاصة بعد تطورات مهمة شهدها منطقة المحيط الهادي والهندي بعد الاتفاقية أوكوس اللي هي الاتفاقية الأمنية بين أمريكا وأستراليا وبريطانيا، وبيع الأمريكا غواصات لأستراليا بقيمة يعني 65 مليار دولار غواصات تعمل بالطاقة النووية. وبالتالي هذا أيضا يمثل تهديدا مباشرا لاعتبرته الصين تهديدا مباشرا. جاء أيضا بعد قمة الرباعية التي قمة كواد التي جمعت أمريكا مع أستراليا مع الهند مع اليابان في البيت الأبيض، وكانت أيضا اعتبرت أنها موجهة للصين، بمعنى آخر أن الصين تعتبر أن هناك تحركات أمريكية في هذه المنطقة سواء سياسيا وأمنيا وعسكريا. سياسيا من خلال التحالف مع الدول الأربعة وضد مواجهة التحالف ضد الصين، عسكريا بالاتفاقية الأمنية كوس، ثم سياسيا واقتصاديا بالتحالف مع الشركاء لاحتواء والصين. بالتالي الصين كثفت من تواجدها العسكري وتحركاتها في هذه المنطقة، الانتشار العسكري الصيني أيضا قامت ب يعني غارات جوية أو يعني كرسائل ردع لأمريكا باعتبار أو تقول أن تايوان خط أحمر لن تسمح به أن تكون تايوان خارجة عن السيطرة الصينية أو جزء من ورقة أمريكية للضغط على الصين. ايضا جاءت تحركات الاهم ايضا هو المناورات العسكريه الضخمه التي شهدناها منذ ايام بين الصين وروسيا، وبالتالي هنا كل طرف يستخدم اوراقه للضغط على الطرف الاخر. مشكله تايوان ان هناك يعني امريكا علاقة تزود تايوان باسلحه، يعني خاصه في عهد الرئيس ترامب في متطوره في اغسطس 20 هناك صفقه يعني ب 8 مليار طائرات 90 طائره اف 16، هناك صواريخ ستينجر، هناك حتى معدات بر مائيه لمنع او يعني غزو العسكري للصين لتايوان. الصين تعتبر ان انبعاث الاسلحه الامريكيه لتايوان هو ايضا يعني موجه ضدها. وهذا نوع من الاستنفار، وبالتالي هي رسالة هناك حرص مباشره، رساله مباشره، لكن هناك حرص من الجانبين على عدم يعني سياسه حافه الهويه لو تطبق الا تصل الامور لمرحله الصدام. بمعنى ان الصين يعني قد تجازف
لم تجازف على الاقل في المدى القصير بغزو الجزيره، هذا لكن رساله ضغط من خلال يعني ارسال رسائل رضيعه للنظام في تايبيه وايضا لامريكا والدول الغربيه. نعم، وتاتي تحت بند ربما استعراض النفوذ بين الدولتين. ما زال الحديث موصول مع ضيفنا وضيف حضراتكم دكتور احمد سيد احمد، خبير العلاقات الدوليه والشؤون الامريكيه بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه. نخرج في هذا التقرير وهذا الفاصل ونعود لاستكمال حديثنا مع ضيفنا وضيف حضراتكم في مساحه للراي. يرى دكتور جاي جوان الخبير الاستراتيجي في جامعة ديكن الأسترالية أن الحديث عن حرب تلوح في الأفق لا ينبغي المبالغة فيه، لأن احتمالات نشوب صراع كانت أكبر خلال فترات أخرى من تاريخ تايوان. ففي أزمة مضيق تايوان الثالثة من عام 1995 حتى عام 1996 أطلقت الصين صواريخ على جزر صغيرة حول تايوان. الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة يقول إن الأزمة في جنوب شرق آسيا وبحر الصين والصراع على النفوذ سيستمر بعض الوقت لأن هناك تجاذب صيني أمريكي في المنطقة. التوترات بين الولايات المتحدة والصين تتصاعد، فهما تتصارعان على بسط نفوذهما في مناطق كثيرة من العالم وتتنافسان تكنولوجيا وتشاركان في سباق تسلح خطير، حتى أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن شرعت في تغيير سياستها الخارجية لمواجهة التنين الصيني. يرى الباحث والمحلل السياسي الأمريكي أنتوني كورتسمان أن التحول في التركيز الاستراتيجي لأمريكا من محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط إلى التنافس مع الصين أدى إلى مستوى متزايد من المواجهة وإمكانية اندلاع حروب في تايوان وبحر الصين الجنوبي. سعيد صادق يرى أن التقارب الصيني الروسي والمناورات العسكرية بين البلدين هي رسالة صريحة لأمريكا، واعتبر أن منطقة المحيط الهادئ قد تشهد مناوشات من قبيل دخول مركب للمياه الإقليمية أو طائرة للأجواء، فيما استبعد وقوع حرب صريحة. اهلا بحضراتكم من جديد في برنامجكم مساحه للراي، وعوده لضيفنا ضيف حضراتكم دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه والشؤون الامريكيه بمركز الاهرام للدراسات. دكتور احمد، يعني لماذا ترغب الصين في ضم تايوان؟ ما هي الاهميه الاستراتيجيه لتايوان؟ هل تايوان يعني تمردت على المارد الصيني وشبت عن الطوق وخرجت من عباءه الشيوعيه، ام ان المساله هي متعلقه ب بسط النفوذ أو البنية وهيكل النظام العالمي الجديد كما تفضلت في معرض حديثك؟ يعني أستاذ محمد، تايوان بالنسبة للصين هي جزء أساسي، تعتبرها جزء من جسد الصين. نعم، لا يمكن، لأنها كانت جزء من الصين وانفصلت في عام 49. الأمر الثاني، هي تعد أهمية أيضا حيوية بالنسبة للصين من ناحية الأمن القومي الصيني، أنها على حدود الصين مباشرة، وبالتالي إذا استقلت تايوان سيكون هذا المضيق مياه دولية، وبالتالي يعني هذا عسكريا وأمنيا أن الدول الأخرى أمريكا تمر في هذه المياه. أما إذا كانت تايوان جزء من الصين فبالتالي يعني يحظر دخول هذه المياه مضيق تايوان يبقى مضيق صيني، وبالتالي لا يكون هناك تواجد عسكري أمريكي. أيضا مهمة اقتصاديا، الجزيرة مهمة اقتصاديا ولها إنتاج قومي كبير وتنتج سلع مهمة، فهي مهمة اقتصاديا للصين. ثم أيضا من ناحية سياسية، استقلال تايوان أو انفصال تايوان أو ابتعادها عن الصين قد، وهنا النقطة المهمة، قد يشجع أجزاء أخرى وجزر أخرى لبعض الصين على انفصال تايوان بعد ذلك. يعني الصين هناك كما نعرف التوتر بين الصين وجزيرة هونغ كونغ، وأن هناك صيغة بعد يعني استعدادها من السيطرة البريطانية عدتها للصين، صيغة نظام واحد ودولة واحدة ونظامين. يعني أن هونغ كونغ تمتع بصيغة الحكم الذاتي، لها نظام سياسي معين، لكن ضمن الدولة الصينية. وهناك كشمير أيضا التي يتنازع عليها الصين، كشمير هذه في الهند، بين الهند وباكستان، والصين وباكستان، كشمير ثلاثة مناطق. لكن على الأقل نتكلم عن أن تايوان حتى صيغة هذه صيغة هونغ كونغ ترفض، تحاول ربما الصين الذي يعني التنازل الوحيد أن تقدمه هو أن تقبل بهذه الصيغة. فكرة أن تايوان جزء منها ومع زيتها مثل هونغ كونغ حكم ذاتي لكنها جزء من الصين. الحزب الحاكم في تايوان الرئيس تسي بي، الذي تسي
التي يعني انتخبت في 2016 هي الاطار القومي المناهض تماما للانضمام للصين ورفض اي صيغه للوجود تحت العباءه الصينيه. وبالتالي هنا الصين بتعامل ان تايوان هي هي هي, هي ورقه خط حمراء وان جزء مهم سواء كما قلنا سياسيا او اقتصاديا او امنيا او عسكريا. وبالتالي الصين لن تفرط او لن تستغنى او لن تقبل بصيغه ان تكون تايوان مستقل. ربما حفاظا على هذا الوضع ان تايوان لا يعترف بها احد انها جزيره يعني اقرب الى الحكم الذاتي. لكن الـ 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 يعني سيناريوهات ضم الصين لتايوان، الصين تسعى سياسيا دبلوماسيا لضم الجزيره اليها من خلال يعني التفاوض ومن خلال ان تكون هناك صيغه يعني لها وضع خاص لكن جزء من الصين. اذا فشل هذا السيناريو السيناريو العسكري اعتقد انه سيكون سيناريو اضطراري او الخيار الاخير. لكن اسمح لي حضرتك، في بدايه حديثنا ذكرت انه لن تكون هناك يعني مواجهه مباشره بين واشنطن وبيجين. الولايات المتحده الان تسلح تايوان وبمعدات حديثه جدا ويعني انواع متطوره من الطائرات الامريكيه لتايوان. طالما لن تكون هناك مواجهه صريحه، ما الغرض من هذا الدعم العسكري؟ لا، الدعم العسكري هو اولا امريكا مستفيده لانها تبيع اسلحه يعني مستفيده عسكريا من بيع الاسلحه لتايوان. ده هذا عامل. العامل الثاني ان امريكا يعني تلتزم بدعمها لتايوان، وهناك يعني بعض المسؤولين الامريكيين زاروا تايوان بالفعل وهذا استنفر الصين ايضا وغضب الصين. الامر الثالث ان امريكا كما قلنا يستخدم الصين كورقة الضغط على تايوان، لان انضمام تايوان الى الاراضي الصينيه هذا بيعني تحجيم الوجود العسكري الامريكي في منطقه مضيق تايوان ومنطقه بحر الصين الجنوبي. وبالتالي امريكا حرصا على يعني مصلحة الاستراتيجيه وفي اطار استراتيجياتها لتطويق الصين يعني يهمها ان تكون تايوان منفصله ولا تنضم الى الصين. في المقابل الاطراف الثلاثه سواء الحكومه الصينيه او الاداره الامريكيه او امريكا وحتى النظام الحاكم في تايوان او الحزب الحاكم حريص على عدم الوصول لمرحله التصعيد، لان التصعيد العسكري ليس في مصلحه احد. يعني مهما كان اسلحه او تسليح تايوان لا يمكن المقارنه بينها وبين القوه العسكريه الصينيه. طبعا نتكلم عن دوله يعني طبعًا. دوله نوويه قوه عسكريه هائله ده يحصل اجتياح يعني وبالتالي يعني مهما كان يعني السلاح الامريكي لن يعني يجدي في منع، لكن هي رسائل ايضا متبادله يعني ضم العسكري اذا ما قررت الصين. لكن انا الصين اعتقد انها من الحكمه ليست متعجله في هذا الامر، هي تصعد سياسه حفه الهويه لكنها بحذر. معايا بمعنى اخر، قامت الطائرات الصينيه في الاسابيع الماضيه ب يعني باستعراض قوه في سماء وفي اجواء تايوان لارسال رسائل للداخل التايواني ونظام تايبيا وايضا للجانب الامريكي. لكن الصين قد تتدخل في حاله واحده فقط، اذا كان هناك وجود عسكري مباشر امريكي على ارض الجزيره يمثل تهديد مباشر للامن القومي الصين. نعم. وانا الصين كستوجد مبرر لربما اتخاذ خطوات تعتبر انها جزء من القوم. لكن هذا السيناريو على الاقل مستبعد في المدى المتوسط والمدى القصير، ولكن ستظل فكره لعبه الضغوط والضغوط المتبادله. نعم. بمعنى اخر ان امريكا الصين تضغط على امريكا من خلال ايضا الضغط على تايوان من خلال هذه القوى والسيارات العسكريه، تضغط ايضا من خلال المناورات العسكريه على امريكا، تضغط ايضا في خلال جبهات مختلفه مثلا كوريا الشماليه، لان الصين لديها كلمه كبيره وعلاقات قويه مع نظام كوريا الشماليه. وبالتالي التعقد ملف النووي لكوريا الشماليه مع امريكا، كل هذه يعني الصين لديها اوراق للضغط على الجانب الامريكي. الصين ايضا لديها تحالفات، يعني التحالف مع ايران الاتفاق الاستراتيجي ب 200 مليار دولار، ايضا المناورات العسكريه الاخيره مع روسيا. وبالتالي الصين تتبنى نفس الاستراتيجيه الامريكيه، فكره بناء الشراكات والتحالفات للرد على سياسه التحالفات الامريكيه، لان امريكا قامت بتحالفات في شرق اسيا مع استراليا مع كوريا الجنوبيه مع اليابان وترميم الشراكات التي حدثت فيها العلاقات نتيجه لسياسات ترامب السابقه. ولذلك كانت اول زياره زيارات خارجيه للبيت الابيض كانت من اثنين، من رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدو ومن رئيس كوريا الجنوبيه مون جاي ان، كانت للبيت الابيض. وبالتالي تعبير على ان امريكا تعطي اولويه كبيره لأولا اصلاح العلاقات مع الحلفاء التقليديين كوريا واليابان كوريا الجنوبيه، وثانيا حشد هذا التحالف اقتصادي لتحجيم الصين ومواجهه الصين. نفس الامر في ايضا التحالف مع الاوروبيين لمواجهه الخصم الاستراتيجي روسيا. وبالتالي هنا لكن المشكله ان الاداره الامريكيه والسياسه الامريكيه تواجه بتحديات، بمعنى اخر هي تحديات متناقضه، هي في ذات الوقت
تقوم ببناء التحالفات ثم تخسر الحلفاء. نعم. يعني اتفاقيه اوكوس الامنيه بين امريكا واستراليا وبريطانيا ادت الى شرخ علاقه مع الاوروبيين او الفرنسيين من بعض يعني مناطق النفوذ والسيطره كما كانت موجوده في افغانستان، وربما هذا يساعد الطموح الصيني في السيطره على تايوان. نعم، الصين تلعب على متناقضات ان حلفاء امريكا التقليديين خاصه الاوروبيين ليسوا يتماهون او متفقين تماما مع السياسه الامريكيه. نعم. فيما يتعلق بالصين، بمعنى ان الاوروبيين اعتبروا علامه اكثر من مره ان الصين ليست عدو. لماذا؟ لان هناك علاقات اقتصاديه كبيره وقويه بين الصين وبين الدول الاوروبيه، اكثر من يعني ب 600 مليار دولار بين العلاقات الاقتصاديه والتجاريه. الاوروبيين ايضا يعني وصلوا للقناعه انهم لم يعدوا يثقوا فيما يسمى الحليف الامريكي. نعم. بسبب الانسحاب الامريكي الانفرادي دول التنسيق من افغانستان، وبالتالي يعني وضع الاوروبيين في ورطه. ايضا اتفاقات اوكوس ايضا اعتبرها الاوروبيين وفرنسا يعني خنجر وطعنا في الظهر، وبالتالي بدات تظهر ما يسمى النزوع الاوروبي للانخلاع من العباء الامنيه الامريكيه. نعم. نسمى ما نسمع ما يسمى جيش اوروبا موحد او قوه رابعه اوروبيه لي يعني الدفاع فكره الحمايه الامنيه الامريكيه لم يعد مصب بها. وذلك الاوروبيين لا يعتبرون الصين وروسيا كخصم عدو استراتيجي كما تعتبرهم امريكا ولديهم مصالح اقتصاديه. بمعنى اخر استاذ محمد، العلاقات الدوليه وهي الحرب البارده الجديده لم تعد العلاقات القائمه على الايديولوجيه كما كان الحرب البارده السابقه، ولكنها علاقات المصالح، الصراع الاقتصادي، كل طرف يغني على مصالحه الاقتصاديه، يتحرك في تحالفاته وشراكاته وعلاقاته وموقفه بناء على مصالحه، وبالتالي هنا نجد تبدل التحالفات الدوليه والخريطه الدولية. إذن هي مسألة يعني تحالفات، والبعد الاقتصادي يلعب بقوة، وربما أمريكا أيضا تتخفف من أحمالها الخارجية. كل الشكر دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز أهرام للدراسات الاستراتيجية. سعدنا بك في مساحة للرأي. أعزائي المشاهدين، إلى أن نلتقي في حلقة أخرى، لكم منا كل أمنيات طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.